احمد بدخل على المدير. عنده اجتماع. يبا بدخل عليه انا مشغول، بكلم ابو عبد الله. عنده اجتماع يخلص وندخلك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. اظن الله اجركم يا ربع. جنه واجرك. جنه واجرك. اقول ابو عبد الله موجود؟ ايه موجود، عنده اجتماع، بغيت شيء منه؟ لا مو مشكله، انا انطر ان شاء الله. احمد. نعم. تعال. شنو؟ قرب. هم من الجماعه. ما ادري. هم جماعتنا. ما ادري اذا من الجماعه ولا لا. افا بس افا. يعني احنا الحين بيننا فرق؟ جماعه وجماعه. لا يا ابو ضاري، انت فهمتني غلط. أنا استغربت إنك تعرف عن العزة. أخوي يقصد من وجهة نظر إذا تبيها إن قضية مام حسين أكبر ظلم إذا كانت حق جماعة دون جماعة. إحنا صدق مختلفين بمذاهبنا وهذا الواقع، بس الحمد لله عايشين مع بعض وبخير. وبعدين إحنا كل شيء خذيناه من الغرب، على الأقل قيمنا وأخلاقنا لازم نأخذهم من عظماء الإسلام اللي أساسا ما بيننا اختلاف فيهم. تقول لي من الجماعة؟ نسيت ذاك الطفل اللي مات وهو على صدر أبوه؟ لا اختار لا مذهب ولا جماعة، ما في إنسان يرضى بهالظلم.